أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، إليكم تفاصيل أخبار الأهل. يسعد الفنان المغربي حاتم عمور لطرح كليب أحدث أغنياته التي تحمل عنوان أحلى إبداع قريبا عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب وعدد من المنصات الرقمية والإذاعية. وأضاف المصدر ذاته أن أغنية أحلى إبداع هي أغنية باللهجة العراقية، وهي ثاني أغنية ألبوم بلا حدود لحاتم عمور لسنة 2021 الذي تضمن توليفة من لهجات عديدة وألوان موسيقية مختلفة من بينها الخليجية والعراقية ولهجات عربية أخرى، إضافة إلى أغنية باللغة الإسبانية ومفاجآت أخرى سيتم الكشف عنها لاحقا خلال صدور أغاني الألبوم.